ونواصل معكم مشاهدينا في حصادنا الإخباري السنوي لهذا العام، ونستعرض ونناقش أبرز ما فيه من ملفات وقضايا، ونبحث اليوم ملف السجون الحكومية والانتهاكات الجارية فيها وتسويف قانون العفو العام في العراق خلال عام 2023. معنا من برلين رئيس جمعية ضحايا السجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق علي القيسي. أهلا بك أستاذ علي. بداية، كيف تقيم واقع السجون في العراق خلال عام 2023؟ لماذا لم يتحسن واقع السجون رغم سيل الشكاوى المقدمة في العام الماضي؟ تحية لك ولمشاهدينك الكرام. لو قدر لعام 2023 يعني أن يختار عنوان للسجون العراقية عام 2023، سجون الحكومة العراقية عام 2023 إهمال طبي متعمد، اكتظاظ، ابتزاز للمعتقلين وذوي المعتقلين، أبرز، وإضافة إلى التعذيب وحرمان المعتقل من أبسط حقوقه، يعني اللي تتضمن الحاجة اليومية، يعني اللي تشمل الغذاء وشرب الماء. هذا العنوان الأبرز لعام 23 الذي لم نسمع منه من ما تسمى الحكومة العراقية ولا من مسؤوليها كلمة واحدة عن ملف حقوق الإنسان في العراق، علما أن ملف حقوق الإنسان في العراق يعني أكثر من مئات المنظمات الدولية ومئات التقارير تصدر سنويا عن أوضاع حقوق الإنسان في العراق، لكن هذا أبد لا يعني ما تسمى بالحكومة العراقية. والسبب الحقيقي أن هذه الحكومة متورطة بالابتزاز، متورطة بالتعذيب، متورطة بالوشاية والاعتقال خارج نطاق والإعدام خارج القانون، وهؤلاء المخبرين يعني مرتبطين بتلك الحكومة وميليشياتها وأحزابها، المخبرين السريين الذي تسببوا باعتقال عشرات الآلاف. يعني أنا أضرب لك مثل، في إحدى الأقضية أو المناطق المهمة في الموصل طلب من أهالي هذه المنطقة أن يقدمون أسماء للعمل، يعني هذه المنطقة تمتاز بكثرة العاطلين، قدموا 400 اسم للعمل، فوجئوا بأن هذه الأربعة اسم 400 اسم وحسب التسلسل بعد 15 يوم أتت حملة مداهمات واعتقالات طالت هؤلاء 400 شخص الذي قيدوا أسماءهم على أنهم عاطلين عن العمل ويبحثون عن العمل. هذه يعني وضعيات الاعتقال في العراق. نعم أستاذ علي، جئت على ذكر الحكومة وهذا ما أود أن أسألك بشأنه، يعني لماذا لم تنجح الحكومة بخطتها التي أعلنتها لتحسين واقع حقوق الإنسان في العراق وخصوصا السجون رغم تأكيد السوداني حرصه عليها في أكثر من مرة؟ يا سيدي الكريم، لماذا لم تنجح الحكومة؟ لم تحاول حتى تنجح، ومن قال أن هذه الحكومة تريد إنجاح عملية التخفيف عن المعتقلين وإطلاق سراح الأبرياء منهم؟ يعني هذا كلام، الحكومة لم تحاول ولذلك لم تنجح. لأن النجاح يتطلب محاولة ويتطلب عمل ويتطلب تنفيذ إجراءات. يعني حتى عملية عزل مدير سجن التاجي اللي صارت، لم تأتي هذه عملية العزل نتيجة الفظائع التي كشفت، وإنما عملية العزل تمت بسبب تسريب فيديوهات وصور لهذه الفظائع. فهذه الحكومة لم تحاول، لأن الحكومة جزء من منظومة الفساد والعنف الطائفي ومنظومة قتل العراقيين واستباحة الدماء. أستاذ علي، المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب تحدث أيضا عن وفاة 67 معتقلا تحت التعذيب في الفترة من 2022 وحتى الآن من 2023، ما الذي تعنيه هذه الحصيلة؟ هذه حصيلة طبيعية، عمليات قتل، لأن هؤلاء هو مو وفاة، هذه عمليات قتل ممنهجة تمارس ضد المعتقلين،
وتستخدم بها حفلات، يعني حفلات عنف وحفلات طائفية، وما يجري يعني ضد المعتقلين، يعني هذا أمر أصبح مفروغ منه، هو عمليات قتل. هذه السجون ليست للإصلاح وليست لقضاء عقوبة، هذه السجون تتم بها جمع أكبر عدد من الأبرياء من المعتقلين على أساس طائفي وعلى أساس عرقي وغيرها من الأسباب ليتم قتلهم وتصفيتهم. نعم. طيب، إلى أي مدى كرست سياسة الإفلات من العقاب باعتقادكم أستاذ علي؟ إلى أي مدى كرست ما يجري في السجون الحكومية؟ ودعني أسألك السؤال بصيغة أخرى، يعني أين القضاء مما يجري؟ هذا القضاء الذي يعني وصفه بعضهم بأنه نزيه. سيدي الكريم، العراق بشهادة كل الشهود ولدينا وثائق وأدلة تثبت بأن هناك انهيار تام لمنظومة القضاء في العراق. منظومة العراق منظومة منهارة ومفككة وتخضع للتهديدات وتخضع للابتزاز وتخضع للرشاوة وتخضع، يعني من يتحدث عن نزاهة القضاء في العراق عليه أن يعني يتأكد من سلامة مصادره ومن سلامة معلوماته أو من سلامة أشياء أخرى. أي يعني القضاء، هذا لدينا فيديو يؤكد أحد قادة الميليشيات وأحد قادة أكبر الكتل ما تسمى بالكتل السياسية في العراق يقول نحن نهدد القضاة والقضاة يرضخون لما نريد. أكثر من 65 قاضي قتلوا لأسباب تتعلق بنزاهتهم. القاضي النزيه اليوم يقتل. هذه هناك انهيار تام لمنظومة القضاء في العراق. من برلين، رئيس جمعية ضحايا السجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق، كنت معنا عبر سكايب، سيد علي القيسي، شكرا جزيلا لك.